وتغيير. شكرا لقناة صدى البلد وشكرا لقناة أبو ظبي الرياضية على هذه التغطية، وشكرا لمجلس إدارة قناة صدى البلد ولمجموعة صدى البلد، شكرا لكل من ساهم على هذا العمل وعلى هذا الإخراج وعلى هذا العمل الجبار، العمل الجميل، أستاذ وليد عبد السلام والأستاذ سعيد داود وربان السفينة الكابتن أحمد شوبير ورئيس مجلس الإدارة الموقر الأستاذ محمد أبو العنين. ترجع كورة في وسط الملعب من تاني، هنا المرة دي ميتشل باكر هو اللي جه مع خروج دي لخت، محاولة موجودة عن طريق أوريلوا، مع الكرة أوريلوا يلعبها عالية وأدي محاولة ولكن بتنزل، أقرب المرة دي عند علي لطفي، يمسكها علي لطفي. يلعبها طويلة مروان محسن، يلمس عند ميدو جابر لمروان محسن، ينقل في الشمال، هنا المحاولة اللي موجودة، عايز يعدي، عدى 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 بالعرض، بالعرض يا راجل، لكن برافو المحاولة من صلاح محسن، والكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. برافو المحاولة من صلاح محسن في اللقطة اللي فاتت، عدى، بس لو كنت لعبتها بالعرض كان شكلها هيبقى أحلى، لكن مش مشكلة، والكرة إلى ضربة مرمى. ترجع الكرة مرة تانية، هذه الانطلاقة والمحاولة من جانب اياكس، ولكن خلاص المباراة بتلفظ انفاسها الاخيرة. الاهلي في تكريم الكابيتانو بهدف غالي من صلاح محسن، هو فعلا هدف غالي، اغلى صفقة في الدوري المصري صلاح محسن. وقدامنا هنا كريم نيدفيد وخطأ موجود عليه لمصلحة حسن باندي في مشروع بروسيا دورتموند، يرون بانه عثمان ديمبيلي جديد، وهنشوف، وادي الكرة اللي بتتلعب، ولكن الرأسية بيطلعها، ولكن هي صافرة النهاية في وداع حسام غالي. الأهلي يسعد جماهيره في وداع الغالي، الأهلي بهدف غالي من صلاح محسن.